طبيعي انه اول قصيده او اوائل قصائد الشعر لها ميزه خاصه في الواقع. لو قلنا او طلبنا من الامير خالد الفيصل يقول لنا واحده من اولى قصائده لعلنا نوازن بين مثل هذه القصيده التي من اوائله والقصائد التي تلتها. كان ودي اني اعرف القصيده الاولى، وكنت دائما احاول اتذكر ايش القصيده الاولى اللي قلتها. لكن تعرف بدايه كل انسان وحفظ الشعر ومحاكاه غيره من الشعراء او من سبقه، فيقول بيت مثل البيت اللي كان يعجبه، بيقول قصيده مثل القصيده اللي كانت تعجبه. لكني للاسف ما اتذكر قصيده كامله اقدر اقول عليها هذه اولى قصائدي، لكن من اوائل القصائد اللي قلتها، وقلتها في الطائف. نعم. معك الحين قصيدة غزلية الحقيقة، بتقول: سافر عسى ربي يحرسك ويقاك، هذا البخت عزاه وش في يديني، يا شيم باسر يا حبيبي بلياك، ليه جا وعدك اللي بوقته تجيني، ليه قمت ادوج في مداهيل ما طاك، يا ما جرى بشهار بينك وبيني، هذا وهو توك اضطر ممشاك، وشلون لا قفيت يا نور عيني، يا شيب عينك يا هوى البال مشقاك، تانك مثل ما بيك يا سمر تبيني. هذه من أوائل القصائد. جميل.